ده الكباريه هينفجر من النور يا سليم بيه اول مره تيجي في النهار. بقول لك يا رايق، انا مش فايق لك، فكك بقى من الشويتين بتوعك دول، خلينا نشوف الموضوع اللي احنا جايين عشانه، عشان بعد كده في مواضيع كتير بيني وبينك عايزين نقفلها. امال فين الراجل اللي انت قلت لي هنقعد معاه؟ لا ما تقلقش، زمانه على وصول، ده مواعيده مظبوطه، بقول لك بيظبطوا عليه ساعه البورصه. اهو وصل اهو. يا الف حمد لله على السلامه، يا صباح الفل والنبع الجميل، يا صباح الحفيف الحالم والعزهير، تعال يا سيد الكل. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. الإزازة دي أنا جايبها مخصوص عشان الناس الحلوة والليلة الحلوة واللمة الحلوة، إيه رأيك؟ افتح. سليم بيه غني عن التعريف، ومش غني عادي، ده غني غنى فاحش. أهلا وسهلا. ياسر بيه أستاذ الكيمياء، أخصائي في استيراد المركبات اللي بتسحل الدماغ. الساحل ده سموه عليه اهلا وسهلا. اصب لك يا مولانا. جلال فتحي، انت عارف ان ماليش في الخمره، خش الموضوع على طول، مش كفايه انك بعدنا في المكان الموجود ده؟ استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، خش يا عم خش. مولانا سيف العزازي، انا ما تقول انت الكلام بقى يا ياسر بيه. زي ما قال فتحي كده، انا وعوذ بالله من قولة انا راجل بتاع كيمياء. ما شاء الله، وعلم الانسان ما لم يعلم. لا وايه، وصانع محلي كمان. اتفضل يا باشا. وكله موجود، LSD THC. عشت الاسامي دي ماركات عربيات دي ولا ايه؟ يا راي، ده الجيل الجديد من الكيمياء، وكله موجود، البضاعه موجوده والسوق عايز، والبضاعه موجوده اكتر، وبتقول عايز اللي يشيلني، وانا عايز حد يساعد معايا، هو يشيل الفلوس وانا اشيل التوزيع، والتفاصيل اللي جوه دي نتكلم فيها بعدين. جرايا فتحي، هو انت ما قلتش لياسر بيه ان عيله العطار ما بتشتغلش في المخدرات؟ قلت له يا كبير، بس اخر مره شفتك فيها حسستني ان حاجات كتير ممكن تتغير. الله يرحمه زين كان دايما يقول ان الرصاصه تقتل واحد بس، انما سرنجه واحده ممكن تقتل 100، لان مفيش حد بيضرب الا لما بيخلي اللي حواليه كلهم يضربوا هم كمان. الله يرحمك يا زين بيه وينور قبرك يا رب. بس يا سليم بيه، كل وقت والوقتين يبقى نفرش السجاد ونصلي مع بعض العصر يا جماعه. جرايا فتحي، ما تظبط بقى. الجيل الجديد ده مش بيموت يا سليم بيه، ده بيعيش، بيعيشك في رحله تلف فيها حوالين العالم وانت قاعد مكانك. وبعدين احنا ما بنضربش حد على ايده، عرض وطلب، وانا بياع مش اكتر. يمكن في ايام تانيه وظروف تانيه ما كناش حاطين ايدينا في ايدين بعض، انما احنا النهارده ايه المقابل؟ يعني اتفقنا؟ لا لسه، حنتفق. فتحي الرايق قال لي ان عندك رجاله. مفيش اكتر منهم، الرجاله موجوده، كل واحد من رجالتي عنده شويه عفاريت مكمرهم. قول لي بس انت عايز ايه؟ الرجاله بس، دول هنعوزهم بعدين، انما دلوقتي بقى انا عايز عفريت. عفريت يعرف ينط ويتسحب ويخلص وينسحب. احضرهولك وتصرفه. انا عملت كل اللي طلبته والله يا عم سميه. خلاص مش حاجه ثاني. انا عايز افهم في ايه. طب استاذنكم انا يا عم سميه. استنى يا عزيز، خير؟ لا مش خير طبعا. تمانية ليه محبوس لحد دلوقتي؟ انت قلت هتحبسه يومين وتخرجه. انا عايز اشوفه، عايز عشان نخرج ندور على حسن اللي انت طردته. تاني صحيح انا قلت يومين، لكن دلوقتي تمانية ده محتاج يقعد في الحبس كتير عشان يفكر زين في الغلط اللي عمله. غلط ايه؟ ان احنا عايزين نخرج من هنا؟ ده حقنا. هو انت حبسنا ولا ايه بالظبط؟ بس انا متأكدة ان اللي انت بتعمله ده مش هيعجب زكريا اخويا لما ارجع واعرفه كل حاجة. لما يرجع. وبعدين
أنا هنيه مدير الدار، يعني أي حاجة عايز أعملها هعملها بالقانون. هتعمل إيه يعني أكتر من اللي أنت عامله؟ حابس 8 وأنا مش عارفة أخرج من هنا، كأننا في سجن وأنت السجان. أنت باين عليك نسيت نفسك، بس أنا بقى هكلم إخواتي يجوا هنا ويعلموك الأدب اللي أنت نسيته. الأدب ده زين العطار معرفش يعلمهولك. عزيز. أيوه يا عم سميح. في ضيف جديد هيشرف عندك في الحبس النهارده، عايزك تواجد معاه. ايه اللي واخدك مني يا حسن؟ اللي واخدني منك؟ ولا انا اللي واخدك من مين؟ دي فزوره؟ لا مش فزوره. انت مخطوبه لابن بحر؟ لا يا حسن. ليه شعبان ابن خالك بيقولوا انك خطبته؟ شعبان واد خالي، وخالي طول حياته يقول شعبان لرحمه ورحمه لشعبان. انا ابويا عمره ما قال لي ايوه ولا انا قلت، بس هم مستنيين يشرد وبيتعاملوا كاننا متجوزين. رحمه ما عايز اتجوزك. صحي صحي يا حسن؟ ايوه صحي صحي، هو الجواز فيه صحي صحي ومش صحي صح؟ انا اكيد مش هستنى لغايه ما شعبان ده يجي يخطفك مني. بتحبني صحي صح؟ ايوه صحي صح. فيها مش صحي صح؟ يا بنت انا بقيت من مجازيبك، انت بقيت المقام اللي انا بقول لي قابلتي ليه. انا كمان بحبك يا حسن. وانا كمان بحبك. هتفضلي جنبي؟ لحد اخر يوم في عمري. بس الطريق مش سهل يا حسن. اكيد. بس عمره ما هيبقى اصعب من فراقك. الشمس هتغيب. الشمس هتغيب بس اول لما تغمضي عينيكي. يلا بينا يا حسن. يلا بينا. صحيح الشمس دي اللي هي الشمس بتاعتنا صح؟ عليكم انتوا حاجات برضه هتقولوها الشمس عادي، لازم تضيقوها. بالله عليك يا ست ياسمين ما تزعليش مني وسامحيني وما تقوليش لحسن ان انا عملت كده. فين حسن بس؟ هيرجع اكيد ان شاء الله هيرجع. ما تقلقش انا فاهمه ان انت مفيش حاجه في ايديك. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل. اتفضلي يا استاذه. تمانية. استاذ ياسمين بالله عليك ما تجيبي لي الكلام وخشي زنزانتك. على راسي انا اسف. اتفضلي. تمانية عامل ايه يا تمانية؟ كويس الحمد لله، انت كويسة؟ كويسة؟ حاجة تحبس وانا كويسة؟ اكيد لا، بس مش مشكلة، المهم بس طمني انت عامل ايه؟ ما عادتش فارقة، حاسس ان الدنيا كلها ضلمة زي ما هي مضلمة ايام الحارة بالظبط. ما تقلقش يا تمانية، ان شاء الله لما نخرج من هنا كل حاجة هتبقى احسن من الاول بكتير. مش فارقة، كان نفسي بس انا بقى انا اللي بحميكي بجد، مش هبقى برميكي معايا هنا وبورطك. يا ابني بطل احساس الذنب اللي انت عايش بيه ده، خلاص بقى ما تقعدش توجع قلبي. ماشي، نخرج احنا بس من هنا على خير، وانا والله العظيم لربي لك سميح واللي معاه دول عشان يفكروا بعد كده ان هم يضايقوكي. انت اصلا مالكيش ذنب في كل اللي بيحصل ده. اللي بيحصل لي ده تخليص ذنوب من ربنا. مش عارف اذا كان ذنبي ولا ذنب حد تاني. احنا ما بنشيلش ذنوب غيرنا يا تمني. مفيش حد بيشيل ذنب حد. انت بني ادم كويس. قلبك طيب جدا. حتى لو عملت حاجه غلط، حتى لو اذنبت، انت اكيد خلصت ذنوبك دي بكل اللي انت شفته. كويس ان لسه في حد شايف حاجه طيبه عندي. شكرا يا استاذه ياسمين. على ايه؟ على انك شفتيني بقلبك وبروحك مش بعينيكي. عارفه استاذه ياسمين، كنت دايما بسمعهم بيقولوا ان ربنا رب قلوب، لكن عمري ما فهمت الكلمه دي الا لما عرفتك. ازيك يا صالح؟
ايه بقى الحكايه اللي ما ينفعش تتاجل لبكره ولا تتقال في التليفون؟ بنتك غيرت كلامها، مش عايزه تكمل. هي اللي مش عايزه تكمل ولا انت اللي مش عايز تكمل؟ لا انا عايز، وحاولت ومعرفتش. الظاهر كده ان القصه دي مش مكتوب لها نهايه سعيده. مفيش راجل ذكي يا صالح ما يعرفش يوقع بنت لو هو عايزها. هو انت ليه مش عايز تصدق ان انا حاولت ومعرفتش؟ بنتك خلاص ما بقتش بتحبني، او بمعنى اصح بقيت بتكرهني. ماشي براحتكم، انا مش هجبركم على حاجه. بيني وبينك بقى، انا كنت بس عايز اشوف خلفه زين العطار فيهم حد شبهه ولا لا. طلع مفيش ولا واحد فيكم شبهه. الكبير خيبان وتهوره وداه في داهيه، والوسطاني خايب ملوش شخصيه، ضعيف، مش عارف يوقع حته بنت. خلي بالك على كلامك يا هاشم، انا ما اسمحلكش. ولا تسمح لي. بقولك ايه، مش عايز اشوف وشك هنا في الشركه ولا في اي مكان تاني. يلا عن اذنك، انا مش فاضي، انا مستعجل. وانت خلاص يلا خلينا نمشي. طب الكلام ده ما كانش ممكن يتقال في مكاتبنا ولا ايه؟ محدش عارف مين متراقب دلوقتي يا جلال، واحنا كلنا العين بقت علينا. طب قولي انت فكرت؟ الا فكرت، دي تقريبا اكتر مرة اقعد افكر فيها في حياتي بعد الفترة اللي قضيتها في الحبس، وخصوصا الليلة اللي بيتها في التخشيبة. فاكرها طبعا. ده ايه اللي خلاك بتنخرب يعني في الماضي؟ مش احنا كنا عدينا الكلام ده ولا ايه؟ بس أصلهم بيقولوا اللي مالوش ماضي مالوش مستقبل، وعشان كده أنا اتأكدت إن أنا عمري ما هاخد خطوة لقدام إلا لما أحل مشاكلي القديمة، والمشكلة اللي مش هتتحل هخلص منها خالص. أنت ناوي تقتلني؟ طب ما أنت هتروح في ده؟ لأ،